والآن زملائي وصلنا إلى المحور الرابع والأخير من محاضرتنا لليوم، لماذا تسعى المنشآت إلى تطبيق نظام الهاسب؟ بمعنى آخر، ما هي الفوائد التي تحصل عليها المنشآت التي تطبق نظام الهاسب؟ مثل ما ذكرنا، الطرق التقليدية القديمة أصبحت غير فعالة، إذن اتجهت المنشآت إلى تطبيق نظام الهاسب لتحصل على العديد من الفوائد. أهم الفوائد تحسين سمعتها، زيادة ثقة المستهلك بمنتجات المنشآت التي تطبق الهاسب، اشتراط بعض الجهات الخارجية التي تقوم باستيراد أو بشراء منتجات من منشآت معينة بأن تكون هذه المنشآت تطبق نظام الهاسب، انتشار ثقافة السلام الغذائي بين جميع العاملين، كذلك تقليل الهدر أو سحب المنتج من الأسواق. كذلك هناك العديد من الفوائد الأخرى. بما أن الهاسب هو خطة أو نظام موثق مكتوب، يمكن العودة إليه عند الضرورة لمراجعة أي حالة أو أي شكاوى. وهناك فوائد أيضا، أن المنشأة يتم تصنيف المنشآت حسب مستواها الصحي، وتقليل حالات التفتيش التي تخضع لها المنشآت. هذه بعض الفوائد، وبالتأكيد هناك الكثير من الفوائد الأخرى. زملائي، محاضرتنا وصلت لنهايتك. مثل ما بتتذكروا، بدأنا المحاضرة بالسؤال: ما هي أهم الأنظمة والقوانين التي أعدت من أجل ضمان سلامة الغذاء؟ وما هو نظام الهاسب وكيف يمكن تطبيقه؟ نهاية المحاضرة بتمنى تكون حققت الفائدة المرجو، أجابت عن معظم تساؤلاتكم. أنا سعيدة جدا بتواجدي معكم، وشكرا لكم، بالتوفيق للجميع.